الاكل اللي قاعد في المعده كتير بقى له يومين ثلاثه، طلع عامل زي الحجاره وهو خارج يعمل ايه؟ يعور. فلما يعور يعمل لي حاجتين، يعمل لي من الحز تنزل بواسير، والفضلات الجافه تعور فتعمل لي شرخ وتعمل لي نص وتعمل لي مصيبه كبيره. يبقى لازم اخد ملايم. ولو لقيت ولد او بنت بيقعد كل يومين ثلاثه يتبرز مره، اوعى تسيبه، هيقلب بكانسر سرطان. طيب نشوف بقى الاعراض. طبعا الاعراض معروفه، ان في الم عند التبرز، في دم عند التبرز. في ناس من كتر الم البواسير والشرخ الشرجي ما بتروحش الحمام، تقعد يومين ثلاثه. يعني بتعالج الغلط بايه؟ بغلط. لا يا حبيبي، لازم تاخد ملينات، لازم. ما ينفعش تقعد يومين ثلاثه ما عندكش براز، ما ينفعش. طب انا خايف لا اتعور، حط يا عم كريم تحت، حط حته فازلين، حط فاكتو، حط في 20 كريم مش عارف اتش فورمولا اي، في 20 مرهم، حط المرهم وخش اتبرز. طيب عندنا كمان بقى المضاعفات بتاع الشرخ الشرجي والبواسير دي بتعمل ايه بقى؟ كانسر، يروح قافل لك البتاع، يعمل لك كولوستومي، يفتح لك منين. تعالوا نبص بقى على الافلام اللي جايه. ها شوف يا سيدي، برافو عليك. دلوقتي الناس الرجاله الكبيره اللي عندها بروستاتا، البروستاتا لما بتلتهب بتقفل مجرى البول ومجرى البراز. خلي بالك بقى، يبقى هو الراجل الكبير اللي هو عدى 60 70 مش عارف يتبول كويس، والبول بيتقطع وبيحزق ومش عارف يتبرز كويس، لان البروستاتا لما بتكبر بتسد حاجتين، بتسد لنا مجرى البول وبتسد لنا القولون. عشان كده لما بيعالج البروستاتا بيحصل ايه؟ بيتبول كويس وبيتبرز كويس. تمام؟ طيب عندنا خلاص عرفنا العلاج، نقلب. طبعا الدكتور جوده بيحذر ان انا ما عنديش اي اعلانات للقولون، لو انت بتحبني اتصل بالتليفونات، في 33 قناه بتذيع الاعلانات بتاعتنا اللي مش بتاعتي. اتصل بالتليفونات هيقول لك احنا مركز الدكتور جوده، والله العظيم مركز الدكتور جوده ما بيبيع حاجه. ولا مركز الدكتور جوده بيقول لك اتصل اسالك مندوب، دي حراميه، ناس دي حراميه بتسرق مني مجهود 40 سنه، حرام. طيب في مغص في البطن له اسباب كتير، انا عندي مغص، تفتكر المغص معده ولا مغص قولون ولا مغص كلى ولا مغص حالب؟ ها؟ ولا مغص بنكرياس؟ ولا عند الستات في حاجه اسمها بوليسيستيك اوفري ولا طالع لها ورم في الرحم؟ يعني اذا مغص البطن له ايه؟ اسباب كتير. المفروض طبعا لو انا عندي ولا في حموضه ولا في ترجيع ولا في الم في القولون اجري على طول على المستشفى اشوف المغص ده بتاعي، صح؟ طيب نشوف بقى كده، لا تنخدع بالعلاج السريع لان التراكمات تحتاج وقت للعلاج. يعني انا دلوقتي كان عندي ترجيع وعندي امساك وعندي كذا، خدت دواء يومين بقيت حلو، ارجع بقى انام تحت مروحه واشرب ميه ساقعه واعك هتبوظ، هترجع تاني قلع من الاول. فلا تنخدع بالعلاج السريع، التراكمات عايزه وقت العلاج. انا قناه الاغذيه اتهرت بقى لها شهرين ثلاثه عمال ارمرم وعك، اديني شهر شهرين عشان اتعالج، ولو رجعت للاسباب هيرجع مره ثانيه. اوعى تنخدع. طيب السهر بيدمر اقناعي والقولون، ده اكبر مصيبه بشريه، اكبر مصيبه بشريه بتدمر السهر. ما الذي يدمر المعده؟ السهر. اول ما تلاقي البني ادمين بيسهروا طول الليل وياكلوا الساعه 1 2 ها، وبعدين طبعا انت بوظت الساعه البيولوجيه، وبوظت الغده الصنوبريه، وبوظت الهرمونات بتاع الليل والنهار، وبوظت جهاز المناعه. فما تطلبش مني علاج، اي حد بيجي عايز علاج اقول نمره واحد تنام بالليل، وبكتب كده في الروشيت اذا سهرت بعد الساعه 10 مساء لا تحضر العياده مره اخرى. مفيش هزار. ها؟ الاكل بالليل نصيبه. اللي حتى الجماعه اللي هيصوموا مثلا في رمضان المفروض ان هو قبل الفجر كده بياخد زبديات ثمر الفاكهه بس، انما يجيب كفته ولحمه وشاورما وبيتزا بالليل الساعه 1 بالليل، انت مجنون انت واهلك، انت واهلك اغبياء. طيب عندنا كمان ايه اللي بيدمر المعده والقولون؟ كسل وترك العمل. في عيال صايعه نايمه عماله تطلب طلبات ومروحه وتكييف واكل جاهز، ده عالجه ازاي ده؟ انقله في انهي مستشفى ده؟ طيب يبقى الكسل وترك العمل من اكبر المصايب. انزل اشتغل، مش لاقي تخصص، اشتغل في محطه بنزين، اشتغل في جراج، عندنا جراج شغال فيه اربعه خمسه كلهم خريج الجامعه، اللي كانوا بيقدموا الاكل في المطعم خريج استاد علوم سياسيه. يا عم انزل اشتغل، انزل اشتغل وربنا هيرزقك عمل كويس، بس اقعد تقعد في البيت تاخد المصروف من ماما وعيب السجاير من ماما، انت مجرم انت وماما، ماما اللي بتديك فلوس مجرمه،
المراوح والتكييفات طبعا بتدمر جهاز المناعه خالص، ربنا عاوزنا نعرق. انت مش عاوز تقرا هتضيع. العرق شفاء. انا الناس بتوع الفشل الكلوي بقول له لف نفسك ببطانيه ساعه كل يوم، تعرق احسن من غسيل 3 ساعات، لان انت خرجت المواد السماء اللي مش قادره الكليه ايه؟ تخرجها. طيب معادله الشمس، معادله الشمس الدال ناقصه الف، ان في ناس بتكره الشمس. بتكره الشمس ليه؟ وربنا خلقها ليه؟ عشان فيتامين د والمناعه. يا عم انا اروح للدكتور يديني فيتامين د، يعني انت اذكى من ربنا؟ يعني زي ما اقول له برتقال ولون، يقول لك لا لا فيتامين سي احسن. يعني فيتامين سي السنسيتك المخلق بتاعك احسن من ربنا؟ فتبارك الله احسن الخالقين. عيب كده. خد فيتامين د بتاع الدنيا كلها، لو ما تعرضتش للشمس انت تعبان. طيب واحد يقول لك ما عندناش شمس وانا مش قادر انزل، هات لمبه صفراء، لمبه صفراء كبيره 200 وخليها تديك صهد زي الشمس، بيسموها فول لايت. سهلة، لكن من غير الشمس عظمك هيبقى بسكوت، هشاشة عظام، هتتكعبل في السجادة تلاقي عظمك اتكسر. طيب التدمير النفسي والخوف المستمر، طبعا المفروض ان احنا في عصر قلق وخوف، وكل مشكلاتنا تنزل الشارع مشاكل، تروح تعمل مش عارف ايه مشاكل، تروح هنا مشاكل، ربنا مسلط عليك العباد وليل نهار. طب ما ده تدمير نفسي، طب انا ننجو منه ازاي ده؟ اخد مهدئ اروح دكتور نفسي ولا طول الدعاء والسجود؟ انا عندي مشكله بتوضى واصلي ركعتين، ربنا ما فكهاش، اتوضى واصلي ركعتين ما فكهاش، اصلي وانا متوضي بتوضى تاني وافضل اصلي طول الليل لغايه ما ربنا يفك الازمه عني، والحمد لله الازمات والحزن ليل نهار، بس هنعمل ايه؟ امره كده. طيب ما الذي يدمر المعده والقولون؟ حاجه تانية، الشبع. والشبع دي عاده البهائم. يعني ايه عاده البهائم؟ المفروض ان انا لما اكل، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، اذا اكلنا يعني ايه الكلام ده؟ صلى على النبي. لو انا اقدر اشبع بثلاث اطباق مكرونه، لو انا بحب ربنا اكل قد ايه؟ ها؟ طبق واحد. لان ثلث لطعامي، ها؟ وثلث لشرابي وثلث لايه؟ لنفسي. انا لما باكل ثلاث سندوتشات بشبع، بحب ربنا واحد بس. خلاص؟ انا باكل ثلاث صوابع موز، لو بحب ربنا هو صابع واحد. طب انا باكل الصباطه كلها، لا انت قرد. انت كده حضرتك قرد مش بني ادم. يبقى مهم جدا ان الشبع عاده البهائم. ونحن قوم لا ناكل حتى نجوع، اذا اكلنا لا نشبع. طب ما عندنا الاكل كتير والخير كتير، كل يا ولا ولزلز، وبعد ما يلزلز ها ندور على عضو الذاكره، لا عضو الذاكره داخل لجوه، ويجي عندنا العياده، اه والله العظيم الواد مش طالع له ذكر، او لا لو زقيت الهنا ده لجوه الذكر يطلع لبره. انما العيال من كتله تخن 20 سم، ده العضو الذاكره داخل لجوه، ها نطلعه ازاي؟ طبعا بكماشه.